ولاحظ هون أحبائي بيتكلم عن أنواع من الاضطهاد، بيتكلم عن الطرد والفرز، بيتكلم عن التعيير والاتهام، بيتكلم عن التشهير، يعني قالوا عليكم كل كلمة شريرة، كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، في تشويه للسمعة، في تلويث فساد للشخص الآخر. أحبائي، لأنه قيم المؤمن بتختلف وبتتعارض عن قيم هذا العالم، بكل بساطة لأنك أنت مش عم بتساير هذا العالم، مش عم تعمل الخطية ومش عم تعمل الفساد والشر مثل العالم، أنت متميز، أنت مختلف، فالناس على طول بتبتدي تقاومك، تبتدي تضطهدك. بقول من أجل البر وليس من أجل الفساد وليس من أجل الشر، لأجل تواضعك، لأجل محبتك، لأجل غفرانك، لأجل نقاوتك، لأجل رحمتك. طبعاً إن كنا نتبع الحق فسوف نضطهد. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل.